باي اكشن. يلا جاهزين؟ الكبرياء يختلف عن الكبر، الكبرياء مطلوب في هذه المنافسة اكيد. نحن مروضينه وان شاء الله انا نوصل الى المكان اللي نحن راسمين الهدف. شاركت في الموسم الثالث تقريبا، قطعت بعدها، توقفي عن المشاركة كانت هي افضل فترة بالنسبة لي، بحيث اني اطور المهارات الشعرية واطور من مستواي الشعري، والحمد لله وصلنا للمستوى اللي نحن راضين عنه، وان شاء الله ان هذا المستوى يوصلنا للهدف. انا داخل المسرح اول ما فتح الباب وانا اعد ابيات الدخول، الكلام اللي بيني وبين نفسي كاني اقول الارض ارضي والزمان زماني. حضرنا الى مسرح شاطئ الراحه وكان حضورنا قوي ومميز، وباذن الله يكون التميز مستمر والابداع مستمر، وما حضرنا الى مسرح شاطئ الراحه الا لنبقى. يواب والله يواب، يواب الله يواب. سلام يا شيخ سلام يا شيخ الزمان، الدار ما فيها جبان، دمتي بعز وفي أمان ما دام أبو خالد وقف صبيان يا كبار الشيم. يواب الله يواب، نخزم خشوم العائلين والرد كيد المعتدين، والرد كيد المعتدين، وعزومنا ما هي تلين، وجيوشنا فيها صلف صبيان يا كبار الشيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي على الخير بالجميع، لجنة مقرة، جمهور في المسرح وجمهور خلف الشاشات، وأرحب بعمي الشيخ أحمد بن علي طعساس الحارثي ووالدي اللي حضورهم يزيدنا شرف ويزيدنا تقدير. عنوان القصيدة بلسان الكتاب: أضيق من حضن الرفوف ومنكبي، أسنده لأخواني وأقول ترى العقول اللي اجفلت من نورنا راحت ضحاياها سنين، يوم احترقنا جهل وين العقل، حيلي قل يا هم يطول مخلب وناب ينهش عضود الأدب، تاريخ يعزف الأنين أعظم كتب من عند ربي أنزلت، اتحرفت بيد الجهول أرضية خصبة نما فيها التخلف وارتوى منها إلين سالت دموعي من على ويهي بحبر أسود مزج دجله ذهول، سالت دموعي من على ويهي بحبر أسود مزج دجله ذهول، يوم ان بغداد اكتساها حزن خيم في ضمايرنا يبين الرف سجني، اعتقوني بالقراية واطلقوا سرب العقول، ودي اعيش بكل قلب واعي وحلمي اسامر كل عين يلي تقول اني وفي، يلي تقول اني وفي
غابت خطى عينك عن السطر الخجول وعي الحضارة يكحل عيون المحالب ميل حبر الملهمين. واليوم 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 صفحاتي تقلبها يدين الفخر واليوم صفحاتي تقلبها يدين الفخر وتسل الحلول لينبلج صبح يبشر بالأمل فرحة الكل الحالمين. واليوم صفحاتي تقلبها يدين الفخر وتسل الحلول لينبلج صبح يبشر بالأمل فرحة الكل الحالمين. في دار زايد يا ظلام الجهل يا كالعلم سهمك في نزول يوم المعارض للكتب في دارهم حضن دفي للقارئين. في ظل مارس تعزف حروف الرواها ألحانها في كل حول شعارهم اقرأ وارقى وارتقي اظفر بها دنيا ودين. واقرأ هي أول كلمة واقرأ هي أول كلمة دبت خطاويها على سمع الرسول يبدأ بها أصدق كتاب نور مشكاته هدى للعالمين. سلامتكم سالم. حياك الله يا مساعد. حياك الله. هذا الجمهور الجميل لا ما يصفق عبث، يصفق الإبداع. بيض الله وجيههم. مساعد، يعني أنت التقاطتك لهذا الموضوع والكتابة عنه بحد ذاته إبداع. يعني أنا أرى في هذه الأبيات لغتك الشعرية لغة مثقفة، هي أقرب أقرب إلى يعني الرقي والإبداع. يعني لذلك أنت استطعت من خلال هذه الأبيات أن تعبر عن هذا الموضوع شعريا وفكريا. يعني الاهتمام بالكتاب، الاهتمام بالقراءة شيء طبعا مهم جدا، وأنت استطعت بهذه اللغة الشعرية إلى الالتفات لهذا الموضوع بشكل جميل ورائع. أهنيك عليه يا مساعد، وفالك البيرق إن شاء الله. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. مساعد، طبعاً لأن الفكرة هنا جميلة، أنا أعجبتني الفكرة واستخلاصها، يعني اللي هو كان أنا النص قرأته على لسان الكتاب، الكتاب هو الذي يتحدث، ولكن الشاعر من خلال هذا شخصية الكتاب وإحيائه في ما يسمى بالإحياء أو الأنسنة جعله يبوح بماضي الذي مر به هذا الكتاب وصولاً إلى اليوم. وصولاً إلى اليوم لو تسلسلنا مع الأبيات نجد أن الشاعر يمر بأحوال كانت من قبل كان فيها انحرافات عن الخط بالنسبة للكتاب، يشكو منها الكتاب لأنه تعرض فيها إلى ظلم، اللي هي أولاً التحريف، الثاني اللي هي عندما التتار في بغداد أحرقوا المكتبات وطرحوها في نهر دجلة فأسود النهر بسببها، وبعد ذلك يدعو الناس هذا الكتاب برضو في كأنه كائن حي إنه يقرأوا، لأن هذه الرفوف التي تحمله ليست هي مكان الطبيعي وإنما مكانها هو العقول. في الاستعراض للآخر حتى وصلنا إلى منتصف القصيدة بعد ذلك بقليل وجدنا أنه انفراجة في هناك الكتاب يفرح بانفراجة جديدة حدثت في العصر الحديث وهي في دار زايد، حيث يتحقق العلم ويجد له المجد. يا ظلام الجهل يا كالعلم، في هنا نوع من التحدي والمقارعة، العلم يقارع هذا الجهل وينتصر عليه، ثم يذهب إلى تخصيص الحديث بحادث معين وهو إقامة مهرجان الكتب أو معرض الكتب في الديار، ويعتبر أنه هذه نقطة أو فرصة لانطلاق هذا انطلاق الكتاب وما يعنيه. في البيت الثاني أعجبني السجع والجناس الذي حققه الشاعر من خلال قوله يوم احترقنا جهل وين العقل حيلي قل
هذه الإيقاعات اللي هي عبارة عن تقسيم يكون على مستوى متساوي من الوزن زائد اللام اللي هي تكررت فيها كلها على السجع زائد الجناس الموجود بين العقل وقل. كذلك في هنالك بيت الشاعر خدمه بطريقة جميلة من البلاغة اللي هو بيقول في شعارهم اقرأ وارقى وارتقي اذفر، هذا تكرار الأفعال بهذه الطريقة بنسميه إحنا إيقاع توالي الأفعال، يعمل نوع من الموسيقى الإضافية بالإضافة إلى الموسيقى الموجودة بالأساس في النص. النص جميل وأشكرك عليه. مساعد مشكور على هذا النص اللي أيضا يعني كفكرة يمكن ما مر علينا من قبل الحديث عن أهمية القراءة بالشكل هذا، وعلى الرغم أن ما في تجربة مباشرة في هذه القصيدة لأنك استطعت أن تلجأ إلى تقنية جميلة وهي تقنية التقمص اللي هي يسمونها القناع، وأيضا لجأت إلى الأنسنة، أنسنة الكتاب والكتب والأوراق، هذا كان واضح في أبيات القصيدة بشكل قوي وكان الحديث على لسانهم في غاية الروعة والذكاء منك كشاعر. استطاع أن أولا يبرز موهبته الشعرية من خلال الصور الشعرية بشكل جميل، استطعت أن أيضا تعكس ثقافتك في القصيدة، استطعت أن تخاطب مختلف الأعمار مختلف المستويات الثقافية أيضا بشكل جميل. يعني يوم تقول اقرأ هي أول كلمة اندبت خطاويها على سمع الرسول يبدأ بها أصدق كتاب النور مشكاته هدى العالمين، جميل في صورته الشعرية. هذه القصيدة من القصائد التي كتبت بذكاء وجمال يا أخوي مساعد، شكرا لك.